بسم الله الرحمن الرحيم. الأبطال المتخرجون في هذه الدورة الأمنية، الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك للمتخرجين إكمالهم متطلبات التخرج في هذه الدورة، ومرة أخرى اجتمعوا بدورة جديدة من حماة الوطن وأبطاله في الأجهزة الأمنية، أو من الذين سيتكلفون بمهمات إدارة شؤونه في المؤسسات المختلفة من دوائر جنسية أو جوازات أو شرطة مرور، ليؤكد بلدنا ومؤسساته الأمنية أنه ما زال ينجب القادة الذين يحملون لواء قيادته في كل المحافل والمواقع. ونحن اليوم إذ نحتفي بتخرجكم في هذه الدورة الأمنية، فإننا نؤكد أهمية أن تكونوا قد اكتسبتم المهارات والمعارف المطلوبة من أجل تطبيقها عملياً في المؤسسات التي ستتولون إدارة العمل فيها. لذلك فإننا من منطلق حرصنا على الارتقاء بواقع الأجهزة الأمنية، نرى أن البناء الصحيح للأجهزة الأمنية ليس عملية تتعلق فقط بالنطاق الأمني، بل إنها عملية تنموية شاملة تسهم في بناء البلد، مثل عمليات البناء التي تخص التربية والتعليم والاقتصاد والصحة وغيرها من القطاعات. وهذا الاتجاه في البناء التنموي للقوات الأمنية قد تبناه برنامج حكومتنا الذي أفرد أبواباً مهمة لتطوير البنية الأمنية ورفع مستوى كفاءتها وتحديثها علمياً وأكاديمياً، والتي جرى تتويجها بإقرار استراتيجية إصلاح القطاع الأمني 2024-2032، والتي تستهدف إجراء إصلاح شامل للمنظومة الأمنية بما يتوافق مع متطلبات الأنظمة الديمقراطية في المساءلة والشفافية ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تطوير القدرات الذاتية والمؤسساتية. وفي هذا الصدد، ولأن أكاديمياتنا الأمنية والعسكرية تمتلك نفس الرصيد من السمعة والاحترام الذي تمتلكه أكاديمياتنا العلمية المدنية، فإننا وافقنا في مجلس الوزراء على استضافة طلاب عرب وأجانب للدراسة في كلية الشرطة العراقية، وبما يتناسب مع سياسة العراق الخارجية التي انطلقت حكومتنا فيها من جعل العراق نقطة ارتكاز ومكان لمد جسور التعاون الإقليمي والدولي. إن عملية البناء المؤسساتي بما تتضمنه من إصلاحات إدارية وهيكلية تتحرك في إطار أوسع للمضي في استكمال بناء الدولة التي ضحى العراقيون جميعاً في سبيل تشكيلها منذ أيام الدكتاتورية وحتى بعد سقوطها، باذلين الأرواح والمهج في سبيل تحقيق دولتهم العادلة الكريمة. وأنني هنا أريد أن أوصيكم بناتي وابنائي المتخرجين في هذه الدورة بإعلاء شأن الدولة والحفاظ على القانون ورفع راية العراق وحماية المواطنين والسهر على راحتهم كل من موقعه، لأن فيكم من سيكون مقاتلاً ومنكم من سيتولى مهام مدنية، فأنتم تمثلون الدولة، وأي خرق أو استغلال للسلطة أو سوء الإدارة أو الخضوع لشيطان الفساد، كل هذه الأمور ستلحق الضرر بسمعة الدولة وتشوه صورتها. ومثلما نأتمنكم على سلامة البلد وأمنه، فإنكم مطالبون بأن تراعوا حقوق الإنسان وتحفظوا كرامة العراقيين، لأن تحقيق المعايير الإنسانية مقدم على كل شيء، وحتى لا تفتح الباب للمتصيدين والمتربصين وأصحاب المواقف السلبية بتوجيه الاتهامات الباطلة إلى مؤسساتنا الأمنية. أجدد لكم التبريكات بهذه المناسبة المباركة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.